ما سمعتك انت وفيا. كيف بدك تسمعيني صوت الموسيقى هذا تعالي؟ روحي وقتي روحي. انا كثير جوعان. دقيقتين وبيخلص الاكل، فوت غسل ايديك. عالمجلة عالمجلة، كم مرة صرت قلت لك عن هالموضوع يا سامي؟ مثل بعض هلا. شو مزاج رايق اليوم؟ ايه مبسوطة كثير، حكيتني لينا وعرضت علي نفتح نادي رقص سوا. هي بمصريتها وانا بشغلة والارباح تلتين بتلت. شو؟ شكله ما عجبك الموضوع؟ صراحة ما كثير عجبتني، يعني انت عم تشتغلي وماشي حالك. انت بدك ياني ضل اشتغل عن العالم، ما فكر بشيء اكبر او احسن. قول يا سامي، قول انه بدك ياني ضل محلي وما اتقدم. انا بدي اياك تضليك محلك؟ ما انا دفشت بدفش على الشغل. شو نسيتي شو عملنا عميل لو وصلنا لوئام ابراهيم وحكينا معه كلمات تشتغلي عنده بدون شهايد بدون خبره، ولما وافق انت بطل بدك وحرجتيني قدامه. كان بدهم يستغلوني يشغلوني مثل الحماره بتراب المصاري، وقلت لك بوقتها انه انا ما ارتحت له لهيدا وئام، بس انت دائما بتحب تكسرني. انا بحب كسرك؟ خلص خلص سكري على الموضوع. ايه ما اسف، انا خادمه عندك يعني بقعد بالبيت. قلت لك سكري على الموضوع خلص. حلو الموسيقى كتير. حلو. لمين هذا السي دي؟ شو هذا اللي مكتوب عليه؟ منو لإلي، أخذته من تلميذ عندي. يا قلبي ما بدي نتخانق، بقى اسبوع ما نحكي مع بعض. انا بس عتل نهم الخبريات تفوت ببعضها مع لينا وعامر بخصوص المصاري والشغل. معك حق، يمكن انا زدتها شوي، بعتذر. خلص اوكي اوكي. انا فيت غير تيابي، جوعان. ها هيدي هي صاحبة البيت يلي لقتها وخبرتنا سيدنا. مرحبا مدام، بدي اشوفها. سامي رو. سمعت حركة ورا الزرع ففزعت، قلت يمكن حي يمكن واوي يعمل لي شيء يأذيني ولا شيء. تلفنت لابني على الشغل، اجا بالعصا طيلعها والا تطلع هي ذاتها اللي بالجريدة جايبها وحطها جوا بالأوضة. دخيلكم ساعدوه. ناكل ونفوت ننام، بتعرفي لأنه نحن ضد النوم. لا نحن كلنا ناسنين وبدنا ننام. يلا باي تيتا، باي عمري. يلا قل باي لتيتا. باي تيتا، باي تيتا. بعت لها بوسة لتيتا. يلا. تسلم لي بوستك ودخيل هالوج ما أحلى. أوكي لينا. ماشي حبيبتي، ديروا بالكم على حالكم. سلمي لي على عامر. يلا تصبحوا على خير. تصبحي على خير ماما. نحن خطر لك تسمع صوتك.
شفتها مشغولة فيكن. أنا بحكيها بعدين. بابي حبيبي دخيلها الوش. الشرطة في المكان، وذلك بعد أن قامت بطعن أحد رجال الشرطة، مما يجعل ملابسات القضية أكثر تعقيدا. أنت كيف عرفتي أنه هي نفس المرة اللي بالجريدة؟ هو أنا بس شفتها دغري شبهت عليها وسألت، قلت لها أنت فرح؟ قالت لي إيه أنا، بس يدلي عليها كانت عم ترجف مثل الورق قد ما خايفة وقلبها عم بخبط. وشو بتخبرينا عن عملية الطعن اللي صارت؟ إيه دلي شو بدي خبرك، كنا واقفين نحن وحضرة الضابط والعناصر تبعه. جاد هاي عم شوف هلا الخبر على التي في، احكيني بس تفضى. لقينا الدركي بدي اربطه سكيني وهربانه ودمه عم ينزف يا حرام على الارض وعم بيصرخ وقايم يقيم. في شيء غلط، كل شيء غلط. ليش لحتى فرح تضرب العسكري بسكينه وتهرب؟ ما انت بتعرفيها لاختك، معقول تعمل هيك اختك؟ شو بكي ليه ساكتي؟ شو بدي اقول؟ انا صاير عم شك بكل شيء. انا مش عم صدق اللي عم يصير حوالي. انه اسهل شيء على الشرطه انه يتهموا الناس ويجيبوا ادله كيف ما كان، لانه هيدي شغلتهم. هني ما بيعرفوا هلا فرح مثل ما انا بعرفها. هيدي اللي عم يحكوا عنها بالتلفزيون هيدي منا فرح. نحن لازم نلاقيها لفرح. انا خايف عليها كثير. معلم نعيم شو امرت تشتغل معي؟ ما انت بتعرف انه هيدا لازم يكون محفور بالبلاط جوا، هيك بيني مفركش لتحت. مش معقول تحطها هيك لما نرجع نشتغل من اول جديد. صباح الخير. شو خطر على بالك؟ جيت من التمرين جيعانة، قلت بجيب لنا ايش بتروق معكم. عندكم شاي؟ انت شو رأيك؟ برهان حضرنا بريق شاي. شو رأيك؟ ايه بدي مر شوي على المشروع. في شيء؟ ايه في شيء. في موضوع بدي احكيك عنه. شو في؟ بدي اقول لك انه لينا. ايه شبه لينا؟ لك احكي خلصني، شو في؟ عامر لينا اجت لعندي مرتين على الشركة وطلبت تشيكات بمبالغ كبيرة وترجتني حتى ما اقول لك. وانا استحيت منها اكيد وعطيتها. بس المشكلة هلا انه رجعت اجت لعندي وكمان وطلبت مصاري. قلت خلص لازم خبرك، لازم احطك بالجو، ما بقى فيي خبي عليك. نحن اساسا ما بنخبي شيء عن بعض. لا طبعا لازم تخبرني كل شيء. بس خلي الموضوع بيناتنا، ما تجيب سيرة لحدا. لحتى افهم منها شو القصة. اكيد. ما تعتلم. مش ممكن احكي لحدا شو بيك. بدك شيء؟ بدي سلامتك. الله يقلبي بعد هالاكل ما بعرف شو بدي اتغدى. احسن توفر علي شغل. شو عم تطلع لهونيك؟ ولا شيء. متأمل. مرحبا. اهلا اهلا عامر اهلا.
حبيبي صحة وهنا. شو رأيك؟ فرح عزمتني أنا والشباب على الترويقة، تاكل منقوشي وتشرب فنجان شاي. لا تسلم لي، شكرا سبقتكم. كيفك فرح؟ منيحة. أنا لازم أمشي، عندي موعد مع لينا. ليش وين رايحين؟ أنا موعد بالنادي الجديد كرمال المرايات. معناتها لنحضر دفتر الشيكات. صرت خاف لما بيجتمعوا التنتين مع بعض. بدنا نعمل نادي أحسن من كل الموجودين أو بدأ؟ هي طبعاً طبعاً. يلا بدكم شيء؟ لا باي حياتي، مع السلامة. تاني مرة لما بدك مصاري بتقولي لي لي، مو بتقولي لكريماً ورا ظهري. ما أنا كنت مستعجلة والكارت تبعي ما عم يشتغل، فقلت بمرق على الشركة، ولما مرقت ما لقيتك قلت باخذ من كريم وأنتوا بتتحاسبوا بين بعض، ما فيها شيء. لا فيها شيء لينا، فيها شيء. ليش ما قلتي لي؟ ما هو أنا كنت بدي أقول لك بس نسيت. بعدين أنت من أمتى بتفاتش على المصاري؟ مو على أساس جايبتنا وحدة. أوكي بس بدي إياكي تنتبهي على المصروف، لأنه أوريدي طلعتوا فوق البادجت. أوكي حبيبي مثل ما بدك. طيب ماشي ماشي بسيطة. ممكن تروق علينا شوي لأنه ما بيلبق لك التعصي؟ بحبك أنا. أيوة وأنا كمان، وأنا كمان. باي، مع السلامة. عم تستنيني؟ امبارح كنت رح تفوتني بمشكلة طويلة عريضة مع سامي. شايف شو كتب لي على السي دي وخفت كثير عامر. حلو الخوف مرات. كذبت عليه وأنا ماني معودة كذب. ما بعرف كذب حتى إذا بدي. دغري بيّن علي. عامر بدي اياك توقف اللي عم تعمله. آخرته مش منيحة. ما بدي نخسر بعض نحن الأربعة من ورا اللعبة، مش راح توديك لمحل. توديني. ما بدي اطلع فيي هيك. عم تلبكني وبعد عني شوي. ما رح بعد. أنا رح أمشي. أمشي. عامر في شغيلة وسامي يمكن ينزل أي لحظة. أمشي. أمشي. تفضل سيد كريم. هاي دفع والباقي بمرق لك ياهم بعدين. لينا ما تفهميني غلط، المبلغ صار كتير كبير وأنا وجوزك علاقتنا كتير منيحة، ما بدي أخربها من ورا المصاري. بالله بتقوم بتروح بتقله؟ معقول أنت؟ إيه بقله. كل عمر علاقتنا أنا وياه مبنية على الثقة. بتضلكم عم بتدوروا عليا، لازم نوصلها بأي طريقة. يا أخي صارت قصتنا على التلفزيونات، شو بكون؟ إيه بتخبروني أول بأول. شو الأخبار جاد؟ هلا كنت عم بحكي مع مخفر أميون، ما بين شيء. يا زلمة مش عم بفهم، كيف قدرت تهرب منكم؟ مع إنه كان في عناصر معكم. مهم هلا، جاي من عند النائب العام ومعي مذكرة توقيف بحق فرح حبيب، بتهمة الشروع بالقتل. شو عم تعملي؟ معقول تكون هي وراء هالقصة مشان هيك هربانة؟ معقول تكون ما تقتل عشيقة؟ الجريمة بنت حرام وفرح حبيب منا مقصرة بهالمجال. بانين كتير مبسوطين بصورهم، بانين بحبوا بعض هي وجوزها. الصور بتخدع. مش عطول، أوقات بتفضح. معقول تخوني شي نهار؟ طبعا لا. أساسا ليه بدي خونك؟ وين بدي لقي أجمل أو أزكى أو أطيب منك؟ حتى لو ما جبت لك ولاد؟ هلا أنت عم تحكي جد ما بدك تجيب ولاد بقى؟ جد جد أنا بهالموضوع أخذت قراري ومش رح أتراجع عنه. بعدين قلت لك إذا بدك ولاد تروح دور على مرة تانية. ما عم بفهم بعدني شو مشكلتك مع الحبل.
أنا بس كرمال ما تترك الجامعة تتسطحي هون 9 أشهر. مشكلتي إنك شايفني دجاجة. بعد من امبارح مروحة واليوم تحكيني بحبل مرة تانية من دون أي تقدير إني تعبانة ونفسيتي بالأرض. جد نحن صلنا 4 سنين بنعرف بعض. ولا مرة خطر براسي أسألك أنت كيف بتشوف المرأة. بس للصراحة صرت عم شك كتير. أنت كيف بتشوف المرأة؟ أم ولادي وحبيبتي. كيف فؤاد؟ معتر الله يساعده بس انه ماشي حاله. هيالك هطولة البال انا نص ساعه ما في اتحمله. قد ما كان نور بضله خيي. شو فيه؟ اهالينا عم تبعت لي صور عم ننقي الوان الباركيه. ليكي يا الله كيف قبل كنت تقبضي معاشك وما عندك ولا مسؤوليه ولا شيء، هلا صار عندك هم جديد و100 الف شغله. نور صار لي سنين ناطرة أتقدم، خلص بقى أحس إنه حياتي بتزهق وما لها عازة. حياتك ما بتزهق، بكره بس يجيكم ولا بطل عندك وقت تعملي شيء أبدا. لاحقين على الأولاد بكفي إنه تركت جامعتي قبل ما أتخرج. ندمت إنك تركتي؟ مقهورة مش ندمانة. إيه كانت غلطة للصراحة، لازم تكملي لو شو ما كان. شو كنتوا رفقة انتوا ثلاثة؟ يلا بتذكر كنتوا تضلوا عنا بالبيت مع الجيتارز والشعر الطويل والسهرات للصبح. شو كانت حلوة هالأيام وشو غريبة الحياة. غريبة كتير. طلال تركني وانا جوا استعذر في عنده. تحب سامي ايه؟ ايه جوزي. صار لك زمان واقف؟ ما بعرف. ليش عم تحكي؟ لازم أعطي المفتاح لأبو سامر، نطرني بيك. أبو سامر بيستنى شوي. تعال. شو هيدا؟ حلو؟ حلو كتير. عمر شو عم تعمل؟ لا خلص انت خلص. حبيتي؟ حبيته.
لا أنا ما رح أساوي شيء. أنت ما بدك تساوي؟ قلت بخبرك لقيناها لفرح. حبك سمر، بعتذر اني ضايقتك امبارح، برجع بحكيكي بصفته. بحبك، باي. لقوها لفرح، ما مصدقة امتى اشوفها بحط عيني بنص عينها واسألها ليش هيك عملته. لقوها لفرح، عم تسمعني؟ عامر فتح عيونه. بدي اشوفها. طول. شو دكتور؟ هيدي ردات فعل عصبية لا إرادية. بتقول لك فتح عيونه وتطلع فيها. ممكن يحرك إيده، يحرك إجره، يبلع ريقه، يورم راسه، وهو بالكوما. هيدي مواضيع معروفة. يعني شو هلا؟ ما فينا إلا ننتظر. مش هي. بعرف مش هي، شفتها قبلك، بس كنت بدي اعرف منك تسكر التحقيق. سكروا لها التحقيق هيدا، رح نحولها على لجنه طبيه. إلينا طلعت مش هي، طلعت وحده مجنونه هربانه من اهلها. ما بعرف شو بدي اقول لك، ما بعرف. ماشي، مع السلامة. أنا معك. ما عم صدق، ما عم صدق. كأنه كابوس. أوقات بحس هذا مش أنا اللي عم يصير معه هيك، عم يصير مع حدا تاني. بس بيرجع على الوجع بصحيني مرة تاني. هديك اليوم كنا مع بعض بنفس البيت عايشين، كنا مع بعض هيك فجأة. شو صار؟ ما بعرف. كيفك؟ أهلا سامي، كيفك؟ كيفك سامي؟ ماشي الحال. صراحة زعلت كتير لما سمعت بيلي صار. أنا حكيت معك لأنه عندي معلومة عن فرح بجوز إنه تهمك. شو هي؟ من فترة كنت طالعة أنا والولاد على طريق الضيعة، لمحت فرح بسيارتها
قلت بجوز تكون راحة لعند فؤاد. دقيت لها ما ردت علي. اي متى هالحكي؟ من شي شهر تقريبا. بعثت لها مسج اذا هي راحة لعند خيا لحتى ابعت الاولاد، لانه ما بسترجي ابعتهم وقت يكون لحاله بالبيت. اخر مره رجع داني شقق ركبته وكله دم. الفهمين بيتركهم يلعبوا بالبستان وبيقعد بيشرب كل النهار. المهم رجعت هي عشيه بعثت لي مسج بتقلي انه هي ما كانت عند فؤاد، كانت عند حدا من رفقاتها، وهيدا المسج. وبعد ما صار يلي صار طلعت الاخبار على التلفزيون، اهل الضيعه صاروا يحكوا بالموضوع. وصلني خبر انه كذا مره شافوها بالضيعه مع واحد، يعني غيرك. حجنني هالقصه. كيف هربت؟ كيف اختفت فجاه؟ دوروا عليها على البحر. ليش على البحر؟ هيك حسيت من فيسبوك، كل صورها على البحر كأنها بتحب البحر كتير. بعدين حتى آخر صورة نزلتها شفت شو كاتبة عليها؟ روق لفتها. وقتها تضيعوني بتلاقوني هون شمس ومي وجو بيعقد. كتير عم بتفوتي التفاصيل لهالمرة. لا بس عم بشغل حالي فيها. صبر لك. سوها ماشي، هدية بسيطة لألي بالعامر. شوز للرأس. واو. إذا ما ضبط القياس قلي لي دغري بنبدلهم. يا حبيبتي ليه عذبتي حالي؟ حياتي ما في عذاب أبداً، بكرة شوفي بس ترقصي فيهم حتحسي حالك طايرة. واو. ميرسي حبيبتي. حبيبي. يلا بشوفك قريباً، أوكي؟ أكيد. مساء الخير. أهلين. شو جوان؟ ريحة الليلي واصلة على الشارع. يلا خلصنا. هاتي أعطيني صحن الدجاج. لينا؟ هاد شو؟ هذا هدية من فرح. شو المناسبة؟ هيك يعني، جيفت حلو منها. ما حبيته؟ بلا حبيته. حط لك سلطة؟ اي. طب اعطيني صحنة. الو؟ هاي عمر. لا ولو أصلاً قلت لها للينا إذا طلعوا كبار أو صغار دغري بنبدلهم. لا لا خلص شوفها بكرة سلمني عليها. أوكي وصل. سلموا عليك لينا وعمر. ممكن تخففي لي واجبات اجتماعية وتفضيلي شوي؟ ما بشوف غير على التليفون.
اي واجبات اجتماعيه؟ ما فهمت. جبت شو رقص لإلي وجبت لهم لقلن معي. بعدين هي اول مره بمسك تليفوني وقت ما فتت على البيت. اخيره انا بدي امسك التليفون. اخيره انا سامي بعد عني شوي منك شايفني عم بشتغل؟ اتركي الشيء اتركي اتركي الشيء يا سامي خلص! ليش انا شو عملت؟ بدي ساعد اشيلهم هون. خلص انا بشيلهم ما تعصب. لا خلص ما تشيل شيء فوت لجوا اتركني. خلص روح. بعد إذنك بنام. الكهربجي بده يركب نيونات. ايه تفضل. الو. انه ما توقعت تردي لي الهديه بهالطريقه. كيف يعني؟ شو وحده بوحده يعني؟ لا وتبعتي لي اياها مع لينا كمان. انا عملت هيك كرمالك. هو محل واحد يلي بيبيع هول الشوز للرقص وانا اللي بعرفه بيناتكم. بعدين ما كان بدي لينا تستغرب بس تشوفك لابسه. انت شايفه اني كل ما عم اقرب منك خطوه عم ترجعي عشره؟ معناتها يمكن ما لازم نرقص مع بعض. لا بالعكس يمكن لازم تستسلمي لي. مو هيك التانجو؟ كيف تعرفوا على بعض؟ مين؟ عامر ولينا وسامي وفرح. عن طريقي أنا سامي بيكون ابن خالتي. مسكين اللي صار معه بهيد جبل. الله يسامحه عامر ما بحياتي تخيلت يعمل هيك عامر. طريقتها خبرتني انه اهل الضيعه شافوا فرح على الطريق سياره رجال غريب. انت بتعرفوا هذا الرجال؟ هذا المفتاح لقيته بجيبة جاكيت الجوانية. هي أول مرة بشوفه. مش ممكن يكون نسيانه يعني؟ لا عامر ما بينسى شيء. بعدين هاي البدلة تنظفت جوبة منيح قبل ما تنبعت على التنظيف بعد آخر سهرة سهرناها سوا. ومن بعدها ما بقى لبسها وأنا بإيدي علقتها بالخزانة وما كان في بجوبة شيء. مفتاح شو برأيك هذا؟ ما بعرف. ممكن يكون البيت اللي كانوا يتلاقوا فيه. قلت لحالي إذا قدرتوا وصلتوا له ممكن تلاقوا شيء يفيدكم. أنا شيكت مع الدوائر العقارية لأتأكد إذا عنده عقارات. ما بين عنده شيء. حتى تأكدت إذا مستأجر شي شقة. ما في شيء بالمرة. ممكن ما يكون باسمه. ممكن باسمه. خرجك تستاهل. كيف خلص وقتها؟ حلوة. ليه ما بتترجع لي؟
شو اللي عم يضحككم؟ ليش تأخرتوا؟ لك لا لا، إيدي وسخين، بنشرت فينا السيارة وما لقينا حدا يساعدنا بتغيير الدولاب. شو عملتي يعني غيرتي بإيدي؟ شو بدنا نعمل؟ غيرناه مثل الشاطرين. غيرنا؟ وقفت تتفرج علي الكذابة. طب حياتي مش مغيرة دولاب سيارة أنا. على أساس أنا مقضيتها تغيير دواليب. يلا رح نستنى ثواني وراجعتكم. لما رقصنا امبارح مع بعض وانا حاسس حالي خفيف ومالي ماشي على الارض، مثل الدايخ، مثل السكران. انتي يلا نطلب اكل، رح موت من الجوع. ما عاش الجوع. لو سمحت الو. ايه شو في؟ طيب لقوا فردة سبيدري رقص، يمكن يكون لفرح. لقوه على شط البحر.